السلام عليكم. وش الاسران حفطركم او عيدكم مبروك مصبق على كاع الدراري وكاع الخوت اللي كيشوف فينا، ان شاء الله بصحه وسلامه وكل ما تمنيتو. يوم الدراري غندوي في واحد السوجي اللي هو زوين شويه. السوجي جاني في البالي غير هكا كي صدفه، كنت كنتمشى تلاقاش واحد الدراري، يعني هو صراحه مهم دري في عمرو 30 سنه، ما كنتش كنتوقع انا داك الطريقه هكاك، يعني غير باش بدينا كنهضر ما كنتش ناوي غتكون عنده بحال هاد القصه. المهم هو دري في عمرو 30 سنه كان في المغرب، يعني خدام بوفري بحالو بحال اي واحد صامارش. خليكم بعدا تشوفوا الدنيا كي دايره هنايا. كما قلت لكم كان خدام، يعني امارس صحيحه كلشي هو هذاك. فوقع له واحد الظرف، هو انه الظرف هذا عنده واحد الصديق ديالو هنايا كيهضر هو وياه، كيحكي له على دبي اللي كاين واللي كاين. قال له دبي زوينه فيها ما يدار، الدنيا واعره، الخدمه كدا صافي. بحال قنعو اش غيدير، غيفكر انه ياخذ فيزا وغيجي لهنايا. ما علينا نكمل لكم. المهم الخوت داكشي اللي كاين كما قلت لكم، فكر انه يدير فيزا. ومغربي فاش كيسمع فيزا كيما عاد كيدوخ، فهمتي؟ فيزا حقا شي حاجه كيسحاب له، راه غادي لاوروبا. وتا اوروبا دابا راه الوقت زيارات والعالم كامل ولا مضغوط، يعني ماشي غير المغرب، راه اللي في المغرب ولا كيعيش لا ميزير، راه فين ما مشى بنادم عايش لا ميزير. الغربه راه عندها الضريبه ديالها من كاع القناص. المهم نكمل لكم اسيدي. تلاقينا انا وهاد السيد فواحد الجريده، بقينا كنتعاودوا دن دن من هنا من هنا، كيفاش وقع لك جيتي، كيفاش كدا. المهم معرفه كاي معرفه عادي. المهم وصلنا لواحد الحل، انه قال لي انا نعاود لك شنو طار ليا وانت حكم. هو جايب 3 شهور ديال الفيزا طايحه عليه 3 ديال المليون، اللي هي 12000 درهم اماراتيه. اوكي ما علينا، جاي ما عنده لا خدمه لا والو، يعني غير مقمر وصافي، يعني غير جاي لهنا حقا نقلب على خدمه. ما عندي ديبلوم، ما عندي شهاده عليا، ما عندي حتى شي حاجه، احقا نقلب على خدمه. وشنو هو الحل؟ محمد هو داك الفيزا اللي في يدي. هادي اخوتي، انا كنت نقدر نرتكب هاد الغلط، انما كل واحد كيفاش ربي سبحانه وتعالى كيدير له الطريق. انما هاد الفيديو دايرينو الناس اللي ربما مستقبلا غتوقع في هاد الشيء هذا. يجي عندك شي نصاب غيقول لك احقا فيزا، غتعطيني 3 د المليون وكدا وهادي، وغتمشي لتما وتقلب على الخدمه وتلقى الخدمه. انا نقول لك شنو كيطرا، كتجي لهنا اخويا انت مغربي، كتجي كتوصل كتنزل في المطار كتشوف الدنيا كتعجبك هنايا، احقا دبي انت، الدنيا مخدومه، ناس نقيه كدا، فهمتي؟ احترام الريسبكت كاين. ولكن انا نكمل لك، بقى معايا. كتجي صديقي كتوصل لبليده، كتبدا تقلب على خدمه. شنو هي اول حاجه؟ ما عندك لا صنعه لا والو، يعني قال له فهمتي طالب معاش وصافي. غنقلبوا اسيدي على هاد الخدمه، شنو غنقصدو؟ قهاوي، ريستورات كدا. كتدخل كيقول لك تخدم معايا ب 1200 ولا لقى شي واحد 1200 اماراتيه هي 60000 مغربي، فهمتيني؟ 60000 مغربية خاصك تقصي منها، يعني الشهر اللي بغيتي تخسر فيه فلوس كان على الاقل خاصك 600 درهم اماراتي، يعني تبقى لك 600 شحال هي 30000، وضارب عليها غربة وضارب عليها تمارة وزيد وزيد وزيد. كمل لك يا صديق، شوفوا الشوط الثاني عاوتاني. واش وخليك معايا نعمرو معانا واحد قريعة ديال الماء من الجامع، الماء القرآن راك تما اضرب الماء القرآن ضروري الجامعة هي. خليكم معنا نصور لكم العيس كي داير، نكمل لكم الموضوع ديالنا سيدي كيفاش عمروا المويه ديالنا. بعدا ما جبتش معايا العالم ديالي ماتيريال ديالي، راني عرفتي شنو يدي مع الدبا. انا يا الناس غادي تفطر، فهمتي؟ داير الفطور بالجوامع وكذا، يعني راك عارف بلاد دولو خاكا كاين شويه الاسلام، ماشي مغرب. مغرب حتى مغرب كاين الخير، ماشي ما كاينش، يعني ماشي بحالو هنا شويه مشكل الدنيا. المهم نكمل لك اسيدي، شكون هما الناس اللي عايشين هنايا واللي كيجيو لهنا وكيستافدوا؟ راه ماشي بحال الماركه ديالنا راه فهمتي، هم ونسينهم وصافي. Thank you.
الخوت عمرنا قرعه الماء اي ماذا فاك استغفر الله وحده بالله مشي خوتي بلا ما نقول لكم التابعه انما قرعه المكتب ديال الله قرعاتي طاحت لنا من يدينا وتفرقعات انتما كتشوفوها هي قرعات فرقعات ناري يا اخو قواص انت اللي كتشوف الفيديو بالذات قواص المهم بشو نبدلو قرعات سيدي واحد نرجعو واش الخوت كما كتشوفوا رحنا فطرنا انا كاين في الدار دابا في الكوزينه فطرنا وسالينا المهم نكمل لكم الموضوع نعم السيد ديال صاحبنا صاحبنا بقى عليه الدري صاحبو حقا مزيانه لك اجي للغربه مرحبا كدا هادي العمل جا قطع التيكيت انا مع السيد ديالو خدا فيزا فيها 3 شهور وجا هنا الا بغيتي تكري كتكري عرفتي بشحال الدراري اقل حاجه ممكن تكري بها هي 700 درهم يعني 35000 مغربيه هذه اول حاجه وزيد لها الماكله ديالها زيد لها السيار زيد وزيد المهم 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 الدراري اي واحد جاتو فرصه انه يجي يخدم كيسمع بدول الخليج امارات ولا فهمتي المهم السعوديه اول حاجه غادي يفكر فيها قبل ما يجي هي شحال الصالير حيت الا كان الصالير يقول لك احقا 100000 ريال تسمع انت 100000 مغربيه تقول هادو راه الفلوس وراه ما 100000 ريال هنايا راه ما غادير لك والو راه غتبقى كتضرب كتبقى داري في الخاوي هادشي اللي كاين شي حاجه اخرى راه ما كايناش هاد صاحبنا هذا جلسنا انا وياه قلت له شنو درتي قال لي اخويا فاش بغيت نجي كانت عندي شي 60000 ريال مغربيه المهم تسلفت مع عند لا فامي من لهنا من لهنا من لهنا 3 ديال المليون تسلف داك 3 ديال المليون جا لهنا بقى كيدور مده ديال 3 شهور كيدخل ريستورا كيقول له بغيت نخدم كيقول له اه نخدمك 1200 درهم اماراتيه كما قلت لكم كيبقى السيد كيفكر كيلقى راسو غيجمع 1000 درهم مغربيه في الشهر وفوق هذا الشيء كامل عنده كريدي ديال 3 ديال المليون يعني 1000 درهم مغربيه في الشهر خاصو يخدم 5 شهور يلا يجمع 5000 درهم شحال بقى له بقى له 1.5 مليون يعني في العام غيجمع هو فيه مليون اوكي يعني خاصو يخدم 3 سنين باش يرد 3 ديال المليون يعني راه ماشي خاطرو بنادم كيجي وما كيقول احقا انا ما فهمتي نمشي بحالي واحد اخر كيقول لك لا هذا شاع خوال البلاد وكذا راه بنادم راه الساعه شو لله و 30 سنه ماشي شي دري صغير زعما شي واحد اللي غادي تحقرو غادي تقول اه هذا راه دري صغير لا راه 30 سنه راه بنادم يعني كيعرف شنو كيدير وفاهم شنو هي الوقت المهم الدراري الا بغى شي تخوض التجربه وتجرب انا غنعطيك واحد القضيه بلا ما يجي واحد اخر ينصب عليك ياخذ لك فلوسك وكذا واحد القضيه كتكلف 10000 درهم مغربيه اللي هي مليون ديالنا كما كنقولوا له اول حاجه غادي تفكر ديرها بغيتي تجي للامارات عندك كاين الناس اللي ما عندهم لا صنعه لا والو لا دبلومات لا والو كاين الناس اللي عندهم دبلومات اللي يقدروا يخدموا يعني ماشي بحال بحال ماشي كل شيء فهمتي طوب وحجه بالنسبه للناس اللي عندهم دبلومات وكذا وكيشوف بلا خاصو غيوصل كاين واحد السيد سميتو العربيه للطيران كلشي كيعرف العربيه ديال الطيران المهم العربيه للطيران كدير فيزا فيها 3 شهور ب 1200 درهم اماراتيه يعني 60000 مغربيه والتيكيت ديال الطياره الي روتور ممكن تقام عليك 140000 ريال اللي هي 7000 درهم مغربيه يعني فيلم كامل يطيح عليك مليون ولكن غتضرب في حسابك يعني القص ديالك والديبلاسمون وكذا قول مليون يعني جوج المليون باش تجي لهنا بدراعك يعني انت اللي مخطط وانت اللي مقد كلشي ولكن الى واحد اخر ياخذ معاك مليون فابور وغيجيبك لهنايا وزيد 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 وهاد البلاد الدراري راه ما كتعطيش لينا حنا المغاربه بصفه عامه هاد الهضره كنقولها فهمتي يعني ماشي كنقول لك يعني ما تجيش الله يسهل على كل واحد اي واحد بغى يدير شي حاجه الله يجعل ربي يفاجئ عليه ويسهل انما هاد البلاد هادي ديال من ديال باكستان الهنود بنغلاديش انا نقول لك علاش باكستان باكستان حنا درهم مغربيه كتعطيش درهم اماراتيه كتعطيش درهم مغربيه لا شيء ماشي بحال الاورو كيعطي 8 درهم ولا 9 درهم فهمتيني هما درهم اماراتيه كيعطي له 20 درهم بالعمله ديالهم اللي هي باكستان يعني شوف فرق كبير يعني هو فهمتي بحال اوروبا ديال هما عايشين الملوكيه عايشين السعاده حنايا العكس يعني الدراري اي واحد حط فراسه هاد القضيه ديال الخليج كيسحب راه بلا امارات البترول هكذا راه ما كاين والو من هادش راه ما كانش شي ضربه صحيحه راه ما كانش شي بروجي اللي هو مزيان تجي تخدم على راسك بشي حاجه اللي هي في شكل بلا ما ينصبوا عليك
بلا ما يحنطوك راه المحنطين. انا قلت كدريف عمره 30 سنه يعني راه ما سالاش وتحنط. وش نقول لك؟ الله يسهل على كل شيء والله يقد الامور ربي سبحانه وتعالى. اي واحد خلقه كيخلق معاه الرزق ديالو، ما تكملش ما تقولش هذه عندي فيها الخير ولا هذه عندي فيها الشر، ربي هو اللي عالم. انت المهم تسبب. ورمضان هو داز ودوزناه، وعيدكم مبروك، واللي دار شي خير مع الله غادي يلقاه، واللي دار شي شر غادي يلقاه. وهذا الفيديو هذا درناه يعني غير فهمتي بالنسبه توعيه البنادم. يعني كاين الناس اللي فهمتي كتقول كتسمع الفيزا امارات، راه ما والو اصاحبي، راه فهمتي راه كل واحد وكيفاش. يعني شي حاجه اللي غتعذب فيها راسك انت اصلا في السفر، وغتزيد تهبط ناقص السفر ما عندك ما دير بها، خلي راسك هكا. كاين شي ناس غايقول لك ماشي ناقص صفر ناقص واحد، والمهم لا بانت المعنى لا في دم التكرار. وتهلا بيتا العسران. وما تنساوش فهمتي اللي ما ابونيش يتابونا معايا، وراه ما غنوقفش انا، راه هكا غنبقى. اي حاجه طاحت لي بالي راه غنحطها، وهاد الشين ديالي كنحماق عليها، واخا يكون فيها غير واحد كيتفرج فيا. وبيتا العسران واحد ديديكاس لواحد الدري، واحد الرجوله سميتو محمد المقدم ولد مكناس، فهمتيني من الناس اللي في شكل. تحيه خويا محمد، كنشوفك هادو الرجال ديال بصح. خلينا فهمتي حد ديجا في الفيديو اللي فات كنت قلت لبنادم ما ديرش العسران وكذا، وهذيك يسحب له العسران راه فيهم وفيهم، كاين اللي يستاهل وكاين اللي ما يستاهلش. خويا محمد كان ايدك فهمتي تنتقارش خويا راك عزيز وغالي، والبلاصه اللي ساكن فيها مشات ليا من بالي. تولال، حومة تولال، العز والنصار، وتحياتي خوتي. كنشوفكم بيت خويا، الله يعاونكم، امسيه سعيده. وما تنساوش جماعه، تاهي بيت.